معانا الاستاذ عمرو الجرحي وزير الماليه. اهلا بيك يا فندم. اهلا يا استاذ عمرو، ازي حضرتك؟ اهلا بيك. اهلا اهلا، ازي حضرتك؟ اهلا بيك فندم. تمام يا فندم، تمام. في اشكاليه صغيره فندم الناس بتتكلم فيها، واحنا شايفين انه الانخفاض اللي بيحصل في الدولار ده خير للموازنه وللناس. صحيح. الموازنه احنا عارفين عشان احنا بنشتري كل حاجاتنا من بره، فالدوله يعني هتبقى يعني الحاجات اللي مطلوبه منها اقل، بدل ما كان ب 19 او ب 20 يبقى ب 15 او 14، ده مفهوم. تمام. يسال الناس لماذا لا تنخفض بقيه السلع؟ هو ده السؤال. بص حضرتك، هو يعني مساله انخفاض السلع له علاقه طبعا بحاجتين، يعني زي ما الاسعار ارتفعت في الفتره الاخرانيه، وجزء كبير من الارتفاع في رايي انه كان غير مبرر، لانه قبل التعويم حضرتك لو تتذكر، مش هقول انه كان في الايام القليله اللي قبل التعويم انه كنا وصلنا ل 17 18، بس على الاقل بيها في شهر شهرين كنا عند 15 و16 جنيه. صحيح انه السعر طلع ل 18 و19 جنيه المنطقه دي، بس مش بالشكل اللي يبرر الارتفاعات اللي حصلت في الاسعار في شهر نوفمبر وديسمبر يناير بالشكل المبالغ فيه اللي شفناه ده. طبعا بيرجع ليه فكره انه حجم الانتاجيه اللي موجوده في الصناعه في مصر، حجم التنافسيه، حجم منافذ التوزيع اللي موجوده، واستغلال الكثير من اللاعبين في السوق، في اقصد باللاعبين اللي هم الناس اللي بيشتغلوا في الاسواق، لفتره اللي ممكن نقول عليها ارتباك او فتره رده الفعل الكبيره في فكره زياده الاسعار بشكل مبالغ فيه الحقيقه. يعني النهارده مع استقرار الاسواق، وطبعا لما بتاخد حضرتك اصلاحات اقتصاديه وتنتقل من سياسه الى سياسه مختلفه تماما، لان انت عايز سياسه تعبر عن الوضع الحقيقي لسعر الدولار بمقاومات الاقتصاد ومقاومات الاوضاع الاقتصاديه في البلد اللي هي بتعبر فيها عن سعر العمله بشكل واضح. الامور دي حضرتك لا تنتهي في خلال اسبوع، يعني ما هياش دوسه زرار فالامور تنضبط كلها. انت محتاج تمر بفتره اللي بنسميها فتره تيرن اراوند او فتره تحول من وضع كنا فيه الى وضع مختلف. يا فندم، ما هو لما بيزيد كانت الاسعار بتزيد بالليل. قبليها كمان. اشمعنى لما بينخفض محتاجين فتره نستنى؟ لا، هي لا طبعا، لانه زي ما حضرتك فاهم انه اللي بيرفع الاسعار فكره انه ينزل بيها ما بتنزلش بنفس السرعه، لان كل واحد بيحتفظ بنفس مستويات الربحيه اللي هو بيحققها وبيحافظ عليها في ظل عدم كفاءه اسواق، او يعني قله كفاءه الاسواق بشكل كبير. بيحصل استقرار في الاسعار وتدريجيا بيبتدي يحصل نزول في الاسعار بشكل تدريجي بشكل اللي بينعكس على المستويات الاسعار. والحقيقه ابتدينا نسمع في بعض الحاجات ان في منتجات ابتدت تنزل، الحديد، الذهب، الحديد، السيارات، بعض المنتجات الاستهلاكيه ابتدت تنزل، وهنشوف الكلام ده في الايام اللي جايه طبعا، لانه يعني خلي بال سيادتك ان البضاعه اللي موجوده في السوق النهارده هي بضاعه مبنيه على اسعار عمله كانت ب 18 و19 جنيه اللي اتمت فيه الشهرين ثلاثه الماضيين. الاسعار اللي هي قلت في خلال الاسبوعين ثلاثه او الاسبوعين الاخرانيين دول لسه تاثيرها بيبان قدام شويه، وفي ناس بتتساءل هل الانخفاض ده حقيقي ولا انخفاض ليه ما يا فندم اي نوع ما يا فندم هم كانوا وقتها ما بياخدوش الاسبوعين، وما كانش يقول لك احنا عندنا سلع بقى لها اسبوعين. هو كانت السلعه بالليل، انت كنت تروح تلق العربيه، او حضرتك فاكر حتى قبل التعويم كان في قفزات في الاسعار غير مبرره. صح. النهارده صحيح. بينزل وعايز اقول لحضرتك النهارده لسه اهو نموذج الفراخ زايده 2 جنيه النهارده في الكيلو، بل بالعكس، بل هي تزيد. الناس عايزه تفهم الجدليه دي اللي مش موجوده في اي اقتصاد في العالم. لا، هي جدليه حضرتك ليها علاقه ثاني. انا قلت بكفاءه الاسواق والانتاجيه. خلي بال حضرتك ان انت انتقلت يعني الموضوع السعر العمله، انت احنا قعدنا فتره كبيره جدا في فكره انه الوضع سعر العمله هل بيعبر عن حقيقته في اوقات كتيره ولا لا، وبالشكل اللي هو اثر على الانتاجيه واثر على الصناعه المحليه. انت يهمك بشكل كبير قوي ان الصناعه تبقى مزدهره، الصناعه تعمل بكامل طاقتها بحيث يبقى فيه انتاجيه كبيره، بيبقى فيه منافذ توزيع كتيره. لما بيبقى فيه حجم الانتاجيه منخفض، فكره الاستغلال في الاسواق او فكره انه الناس تزود الاسعار عشان تقدر تحقق هامش حاجه كبيره، الناس بت 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 بتحاول تستغل هذه الفرصه باقصى شكل ممكن. في حاله الوضع العكسي بتبتدي بيحصل استقرار في الاسعار، وتدريجيا مع انخفاض سعر الدولار بيبتدي الاسعار يعني تاخد يعني منحى هبوطي بشكل تدريجي، مش هيبقى عمره ما هيبقى بنفس الشكل اللي هو عند
ارتفاع الاسعار، لان انا فكره ان انا بيبقى عندي بضاعه النهارده وسعر العمله يتغير يقول لك طب ما انا عايز ابيع على سعر العمله الجديد لان انا ده عندي لسه في مخزوناتي فانا عايز استغله. لكن في الناحيه العكسيه لما بتاخد دوره في عمليه الاستيراد وتبتدي النهارده العمليات الاستيراد تتم على اسعار اقل وتبتدي النهارده يبقى فيه انتاجيه اكتر في الاسواق وتنافسيه اكبر، ده بيساعدك على طول في فكره انحدار. معلش يا فندم، هو مين اللي مسؤول عن الدولار الجمركي؟ احنا هنغير سعر الدولار الجمركي ان شاء الله في خلال بكره او بعده هنغيره بحيث ان احنا ننزل لمستوى. طب ده خبر هايل ده في العمله. ده هنعمله بشكل يعني احنا النهارده كان في نقاش مع السيد رئيس الوزراء وبكره نكمل النقاش معاه عشان نستقر عند الميكانيزم بالنسبه للفتره اللي جايه. احنا بنحاول نبقى يعني يبقى عندنا رد فعل سريع بالنسبه للدولار الجمركي بحيث ان ده برضو بيساهم في لان هو كان ب 18.5 اظن بعد النزول دلوقتي لازم نشوفه في الستاشرات يعني. مظبوط، كنا واخدين متوسط الشهر اللي قبليها وده برضو ما هو بيعكس وضعيه لما احنا بنشوف في خلال الثلاث اربع ايام اللي فاتوا النزول اللي حصل بهذا الشكل. احنا يعني النهارده كان في حديث مع السيد رئيس الوزراء واتفقنا ان احنا بكره هنستقر عند السعر اللي هنطلع بيه علشان نغطيه في الفتره القادمه. احنا طبعا بنحاول نسيبه لفتره بحيث انه المستوردين يبقوا عارفين وهم رايحين يعملوا التخليص الجمركي بتاعهم يبقوا عارفين السعر اللي هم رايحين يدفعوا. فبكره ان شاء الله او بعده بالكثير ان شاء الله هنكون بنصدر القرار الجديد بالنسبه للدولار الجمركي، وده بيساهم طبعا كمان في عمليه خفض الاسعار بشكل اكبر ان شاء الله. طبعا لانه بلد 80% منها واردات من الخارج، اما ده يحصل الاسعار تنزل لانه كثير من الواردات اللي موجوده مستورده ومدخلات المصانع كلها مستورده. صحيح استاذ عمرو، خليني اقول لحضرتك حاجه مهمه كمان، انه في ما يسمى بالبي ام اي او البيرشيسنج مانجر اندكس او مؤشر مديري المشتريات. المؤشر ده بيطلع بكل شهر وده بيعكس حركه النشاط الاقتصادي. احنا بقالنا فتره المؤشر ده في حدود 42 43، وقت ما بنعدي 50 معناها ان النشاط الاقتصادي مزدهر وفي وبيعمل بطاقه كبيره. بس المؤشر اخر مؤشر صدر في الجزء الخاص بطلبات التصدير ارتفع من 35 ل 46، ده معنى كده انه نتيجه ان وضع العمله في وضعها الطبيعي انه الصناعه اشتغلت، التصدير اشتغل، طلبات التصدير اشتغلت، فلما بنتكلم مع كثير من رجال الاعمال بنلاقي انه في فرص كثيره اتوجدت في التصدير بشكل كبير. خليني اقول لحضرتك حاجه مهمه جدا، انه احنا على مدار سنوات طويله، ولو تبص برضو يعني علشان تعرف ممكن الوضع انت موجود فيه النهارده لازم ترجع لفتره طويله، وانا برجع هنا هو الفتره 20 سنه، ويمكن حضرتك تتذكر ما بين سنه 97 او 98 لغايه 2003 2004 لما فضلنا مثبتين سعر العمله عند 3.40 جنيه وابتدينا نحركه في سنه 2003 2004، بعدها بثلاث اربع سنين حصل الازمه الماليه، بعدها 2011 الثوره واللي حصل في العمله. الحاجات دي بتحط الصناعه المصريه تحت ضغط رهيب، تنافسيتنا بتبقى محطوطه تحت ضغط رهيب. لما حضرتك النهارده بتشوف ان حجم صادرات مصر في حدود 18 مليار دولار ودول اخرى زي تركيا وفيتنام واندونيسيا بيصدروا ما بين 150 ل 200 مليار دولار، حضرتك يعني على طول بتلاقي انه فرصنا كصناعه وتصدير ضئيله جدا ومتواضعه جدا بالمقارنه بدول احنا بنتحط في ترتيبنا كامكانيات وكتنوع في الاقتصاد وكامكانيات ان احنا ممكن نكون على مصاف الدول دي. انت كل ما بتطبق سياسات سليمه بتحطها في سواء في سياسه نقديه او في سياسات بالنسبه للهيكل الاقتصاد نفسه بتحطها بشكل سليم، دي بتسرع بفكره الاصلاح، بتسرع بفكره التجميع المالي او الفاينانشال كونسوليديشن، وتحطك على مسار الحقيقه سليم جدا. وده الحقيقه اللي يعني اللي انا اقدر اقوله، لان انا يعني شفت النظام اللي كان موجود قبل يناير 2011 والنظام اللي موجود حالي، اللي احنا موجودين فيه النهارده في القياده السياسيه عازمه على مواجهه كل المشاكل اللي بيواجهها الاقتصاد وكل الحاجات اللي بتحط اللي ممكن نسميها بردن او عبء على الاقتصاد انه ينطلق بشكل سليم. معنى ان حضراتكم هتاخدوا قرار بكره بما يسمى بالدولار الجمركي وسيتم تخفيضه، ده معناه ان حضراتكم، وانا تقديري انه هيبقى حاجه ما بين ال 16 وال 17 حاجه في الحته دي، انا اللي بقول يعني ده توقعنا، انه يبقى انتوا حضراتكم شايفين ان الدولار او توقعاتكم ان الدولار سيستمر في الهبوط، لانك لا يمكن هتعمل دولار جمركي اقل من سعره اللي موجود دلوقتي. هو بص حضرتك، لانه اللي حصل حقيقه اللي حصل يعني ما هو اللي حصل ده حقيقي، يعني هبوط السعر ده حقيقي. احنا ما يعني لما كنا بنقول ما وفي بيوت خبره كثير وابحاث كثيره طلعت انه
سعر الجنيه المصري بتراه في حدود 14 15 16. طبعا ال- ال- الكلام ما فيش بيبقى تحديد للسعر بريسيرش او بمذكره بتتكتب. الكلام ده له تفاعل مع الاقتصاد ومع تحريك الاقتصاد وتحريكه بشكل كبير وتحقيق معدلات نمو جيده. احنا ال- الواجب اللي علينا ان احنا نتاكد من وجود تنافسيه للاقتصاد المصري بشكل كبير، وجود فكره انه البيزنس موديل او اسلوب التشغيل يبقى فيه جزء من ان احنا نتوغل في فكره التصدير ونبقى موجودين في الاسواق العالميه ويبقى عندنا قدر من التنافسيه كبير. هو ده اللي مهم فعلا انه يحصل، لان احنا النهارده زي ما قلت لسيادتك انه عند 18 مليار دولار صادرات، ده رقم متواضع جدا بالنسبه لحجم مصر كبلد وحجم الامكانيات اللي موجوده في مصر. ما نقدرش نتكلم بالشكل ده. لما حضرتك بتكلمني انه حجم الصادرات ما اتحسنش كتير قوي، بنتكلم ما بين 16 17، بنتكلم على يعني لسه التصنيع جوه البلد بيتحرك، كل الاشياء ديت، ايه اللي بينزل الدولار؟ بص حضرتك، انت لما بتنتقل من نظام كنت موجود فيه ولفتره كانت صعبه قبل ما التعويم، ولما البنك المركزي خد القرار التعويم وانتقلت من سياسه الى سياسه مختلفه تماما، بيبقى البواقي النظام القديم والسوق الموازي اللي كانت موجوده بالبنيه التحتيه بتاعتها، وانه كان في ما يسمى بازمه ثقه وان الدولار هيرتفع بالكلام ده كله. الحقيقه واحد انه بيحصل تيرن اراوند في او عمليه تحول في الاقتصاد، لانه وضع العمله في سعرها الحقيقي بتعمل كمانع طبيعي لفكره الاستيراد، فكره الاستيراد بشكلها اللي كان موجود بشكل صارخ بتبتدي تقل، بتبتدي تخلق فرص التصدير. النهارده برضو لما عملنا السندات الدوليه بتاعتنا وقدرنا نجيب 4 مليار دولار على حجم طلبات وصل لاكثر من 13.5 مليار دولار، دي برضو حطت يعني نوع من انواع الثقه. حجم الاستثمار في اذون الخزانه في الفتره الاخرانيه في اخر اسبوعين ثلاثه كان برضو كبير جدا. حجم التحويلات المصريين من الخارج، حجم التحويلات من بيزنس، حجم التحويلات من الكاش كمان زي ما شفنا يمكن في اليومين ثلاثه اللي فاتوا في فروع بنك مصر والبنك الاهلي في الصعيد، شفنا حجم تحويلات نقديه كبير جدا، واخبار حقيقة ازاي. فده كله يعني امور طبيعيه حصلت وليست امور غير حقيقيه، كلها امور حقيقيه للغايه. في ثقه في الاصلاح الاقتصادي اللي بيتم في عمليات تحويل لدولارات، سواء من بيزنس سواء من افراد سواء من تحويلات مصريين من الخارج، كلها حقيقيه ونتج عنها انخفاض سعر الدولار. المهم ان احنا في الفتره الجايه يبقى عندنا قدر كبير من التركيز على دفع عجل الاقتصاد، دفع الاستثمار، دفع الصناعه بشكل كبير. احنا اقتصاد متنوع بشكل كبير جدا، ما بنعتمدش على سلعه او ماده واحده، احنا ما عندناش اي قطاع من القطاعات الموجوده في الاقتصاد المصري بتبقى مسؤوله عن اكثر من 20% في حجم الناتج المحلي الاجمالي، فبالتالي ده اقتصاد متنوع بشكل كبير المفروض نستفيد بكل مناحيه بشكل كبير، سواء صناعه سواء زراعه سواء سياحه سواء بترول وطاقه وكهرباء، نستفيد بيه باقصى شكل ممكن ونستفيد ونركز جدا في عمليه جذب الاستثمارات الخارجيه لمصر في الفترات القادمه بشكل كبير ان شاء الله، ودفع الصناعه والكوزين. حضرتك فندم فرصه وحضرتك معانا، برنامج ده بيتفرج عليه العديد من المصريين في الخارج. تمام. وانت عارف حلم المصريين في الخارج بقاله 40 سنه كل مواطن ان هو يرجع بعربيه بلا جمرك او يكون جمركها منخفض. حضرتك مسؤول عن الجمارك في مصر وعن هذا القطاع، هل وزارة المالية أو وزير المالية متحمس لعمل هذا الموضوع بالنسبة للمصريين في الخارج؟ يعني بص حضرتك، ما احنا ما درسناش بشكل كبير، لكن مش قادر أقول لحضرتك إن احنا عندنا يعني قدر كبير من هذا الشكل، لأنه هيبقى فيها نوع من أنواع التباين فيما بين من يعملون بالخارج ومن يعملون بالداخل داخل مصر. ده واحد. اثنين، انه يعني الفكره دي تم اقتراحها وقت ما كنا بنتكلم ان في ازمه دولار والكلام ده كله. الحقيقه ما يعني ما بنفضلش ان احنا ناتي بنوع من انواع التصرفات اللي هي ممكن تكون في نهايه الامر بتسبب خلل او بتسبب وسائل ده كويس حضرتك بترد بشكل واضح ومباشر، لانه في يعني بيعشموهم كتير ان الموضوع قاب قوسين او ادنى. يعني احنا يعني ما دخلناش في مناقشه مستفيضه في هذا الموضوع، وانا زي ما قلت لحضرتك انه الاقتراحات تمت وقت ما كان في ازمه
في الـ في الـ في الدولار في الـ الـ الاسواق، وكانت مقترحه. هم الناس بيقولوا لحضرتك يعني انه بعد ما احنا وقفنا جنبيكوا وحولنا الفلوس لمصر نيجي نطلب منكم طلب زي ده ما تعملهولناش، يعني ده برضو عتاب منهم. يعني انت قلت لي حول وزود فلوسك وابعت واسند، فحولوا وسندوا وتعبوا. فيعني هل في رقم مثلا انت تعرفوه الفلوس دي هتبقى قد ايه؟ انه لو كل واحد ليه عربيه واحده مره في العمر في العوده النهائيه دي، الدوله تخسر قد ايه الخزانه يعني؟ يعني بص حضرتك، احنا يعني هنبص في الموضوع ده، لكن هي الفكره كلها انه يعني ده ممكن ياخدنا لنقط تانية نلاقي نفسنا بنتعامل مع امور لازم نعالجها بشكل مختلف دستوري. واحنا مش راغبين ان احنا نخش في الموضوع ده، ولكن هندرسه في الفتره القادمه ونشوف ايه اللي ممكن ينتج عنه. لكن يعني عفوا انا عارف حضرتك طبعا مش مسؤول عن ده، ولكن السيده وزيره الهجره في الاونه الاخيره لها تصريحات كثيره، وكل ما تسافر بره تعشم الناس. انا عايز بس اقطع امالهم خالص في الموضوع ده وخلاص الناس تفهم انه ما فيش عربيه هتخش بلا جمرك. يعني يعني بص حضرتك، احنا يعني ما تناقشناش يعني ما تناقشناش فيه بشكل مستفيض لسه، واخد بال سيادتك ازاي؟ كماليه وجمارك، واخد بال حضرتك ازاي؟ هنبص فيه، لكن من الناحيه المبدئيه ان احنا زي ما بقول لسيادتك ان ده اتعرض وقت ما كان في ازمه في الدولار، وعلى اساس ان ده ممكن يجيب موارد دولاريه، لكن يعني مش عايزين نخش في حاجه انه احنا لو عملناها للمواطنين اللي موجودين بره يجي مواطنين اللي جوه يقولوا لنا احنا عايزين برضو حاجه بالنسبه للجمارك وغيره والكلام ده كله. يعني خلي بال حضرتك، يعني اللي بيشتغل بره بيبقى في وظيفه جيده وبيعمل وبيحصل على مدخلات كويسه. يعني فيعني الامر يعني هننظر فيه، لكن من الناحيه المبدئيه يعني بن 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 بنتاكد انه يعني لو اي حاجه تتعمل تبقى مناسبه جدا ومبقاش فيها ثغرات باي شكل من الاشكال تعمل لنا مشاكل على المدى الطويل. سؤالي الاخير يا فندم، انا عارف انا خدت من وقت حضرتك كتير، لا تؤمر، بس الناس عايزه تفهم. الناس دلوقتي ما بتلقى الدولار بينزل وفي ضخ للدولار واقتصاد بيتحسن، بمتوقعين ان المواطن المسؤول عن الموازنه اللي هو حضرتك يبتدي ينقل جوه الموازنه بشكل مختلف. يعني خلاص، يعني زي اي انسان في بيته بيجي له فلوس زياده، فبيبقى في ابن عايز يشتري حاجه، ابن اخر. يعني الناس لازم تحس ان الموازنه بيبدا يكون فيها نوع من انواع الارتياح، يبتدي في نوع من انواع مواردك فلوسها قلت، كنت بتشتري البترول بكذا بقى بكذا، كنت بتشتري الدولار بكذا بقى بكذا، الغاز هيبتدي يطلع في اخر السنه فمش هتستورد غاز. فالناس عندها عشم انه زي ما تم رفع اسعار التموين يقل، رفع اسعار الخدمه الصحيه تقل، رفع يعني الحاجات دي كلها الناس تبتدي تشعر بانه الاقتصاد بيتحسن. امتى ممكن نبتدي نغير بنود الموازنه؟ وحضرتك اللي مسؤول عن الكلام ده. صحيح، حضرتك بتتكلم عن كفاءة الموازنة وكفاءة الصرف في الموازنة. احنا في الخمس ست سنين الاخرانيين كنا بنعاني من بنود مصروفات بتزيد بشكل كبير في نواحي كثيرة يمكن ملهاش افضل علاقة بفكرة الاستثمار او البنية التحتية والصرف على الاستثمار، الصرف على التعليم، الصرف على الصحة بالشكل اللي يسمح لنا ان احنا نتقدم في التنمية المجتمعية والتنمية بالنسبة للاقتصاد بشكل كبير، لان كنا بنصرف على الفوائد وصلت لارقام كبيره جدا. احنا موازنتنا السنه دي بنتكلم عن ارقام فوائد ممكن قد تقترب من حوالين رقم 300 مليار جنيه، وده رقم مهول. بنتكلم على دعم ممكن يوصل الى ما بين 250 الى 300 مليار، بنتكلم على اجور ممكن توصل الى 225 مليار، فكلها ارقام كبيره جدا. الفكره كلها ان في السنوات اللي من وقت ما قامت الثوره لغايه دلوقتي احنا بنتكلم على مستويات عجز تتراوح ما بين في اقل ما كانت موجوده اللي هي عام 2010 2011 اللي كان نص السنه الاولاني منه كان مازال عام كويس بالنسبه للاداء الاقتصادي، بس في العوامل اللي بعد كده تحركنا من 11 ل 12 و13% في عام من الاعوام اللي هو 13 14 لولا المساعدات اللي جات لنا من الدول العربيه الشقيقه كان ممكن نصل بالعجز الى 16%. وما تنساش حضرتك برضو ان احنا بنشتغل في موازنه سعر البترول فيها في حدود 55 دولار، لو كان الامر ان احنا كنا مستمرين عند الاسعار اللي كانت موجوده في 2014 اللي هي 110 115 دولار كانت مشكلتنا تبقى اكبر من كده بكتير. اهم ما في الموضوع بالنسبه لنا في الفتره الحاليه هو النزول بعجز الموازنه من المستويات اللي احنا كنا وصلنا لها السنه اللي فاتت، كنا
12.2 من 10. احنا بنستهدف ان احنا نبقى على حوالين رقم 10 او 10 وربع السنه دي، وفي خلال سنتين ثلاثه ننزل بيه لمستويات ادنى بكثير، بحيث انها تخلق لنا المساحه الماليه اللي نبتدي نقدر نصرف منها بشكل كبير على الحاجات المنتجه والحاجات اللي هي برودكتيف، سواء في الاستثمار سواء في التعليم، لانه مهم جدا الصرف على التعليم بشكل كبير في الفترات القادمه عشان نعوض ما فاتنا في منظومه التعليم. فبالتالي الامر ده هياخد شويه وقت ومحتاج شويه صبر ومحتاج مجهود كبير بشكل ان احنا نرفع كفاءه الصرف والموازنه بافضل شكل ممكن. فعلا ده سؤال الاخير، وانا عارف ان حضرتك مش مسؤول عنه، ولكن هو تساؤل عند الناس كلها. امتى المواطن يقدر يروح يشتري 100 دولار من البنك؟ مش 1000 ولا 10، 100 دولار يخش البنك يقول لهم انا عايز ادي 1500 جنيه او 1600 جنيه عايز اشتري 100 دولار، امتى؟ بص حضرتك، يعني ال حاجتين، يعني النهارده حجم التدفقات النقدية اللي احنا يعني سمعناها من البنك المركزي ومن البنوك الكبيرة انه حجم التدفق كبير جدا. انا بتصور انه يعني هي منظومة عايزة يعني تكتمل. احنا بقالنا من ساعة ما ابتدينا الاجراءات الاقتصادية بقالنا 3 اشهر او 10 ايام، الامور اللي زي كده محتاجة فترة اطول، محتاجة من 6 ل 9 اشهر لسنة بحيث ان احنا نشوف التحول بشكل كبير. خلي بالك حضرتك انه وضع سعر العملة في مكانه الطبيعي بيحل بالنسبة ليه مشاكل الاستثمار اللي موجودة، بيحل مشاكلها بنسبة في رأيي لا تقل عن 60-70%، لانه واحد انت بتتكلم على اقتصاد كبير، اتنين بتتكلم على فرص او اقتصاد متنوع او فرص للتصدير كبيرة جدا. انا بتصور ان احنا كنا شفنا الامر ده قبل 2011 وكان متاح بشكل كبير جدا. انا بتصور ان احنا ده متاح النهارده اللي حضرتك بتقول عليه، اعتقد ان هو يعني متاح بشكل كبير. يعني طبعا السؤال ده يبقى للبنك المركزي. انا فاهم يا فندم، طبعا دي مش مسؤوليتك، ولكن هو متاح. انا بتصور ان هو هيكون متاح بشكل كبير، وهيكون متاح في الفترات القادمه. الـ 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 القطاع المصرفي النهارده بتصور ان هو كل ما يسمى ب باك لوج او متاخرات لشركات تعامل معها و قدر يغطيها بشكل كبير. يعني انا بتصور ان احنا في خلال فتره وجيزه ان شاء الله مع تحرك الاقتصاد ومع تحرك عجله النمو بشكل كبير، انا بتصور ان مش هيبقى عندنا اي مشاكل في الفترات القادمه، وبتصور ان احنا من النهارده بشكل كبير جدا ما عندناش اي مشاكل من النوع اللي حضرتك ده بتذكره. يعني سيادة وزير المالية عمرو الجارحي بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة، وشكر حضرتك على مجهودك وعلى عملك. شكرا لك فيه. الله يخليك. شكرا يا استاذ عمرو، الف شكر.